يقول السائل: أتمنى من فضيلتكم بيان صفة الصلاة على الميت. كما تشاهدونها، أنتم تصلون مع المسلمين تشاهدونها، يكبر تكبيرها الأولى تكبيرة الإحرام، ثم يقرأ بعدها الفاتحة، ثم يكبر التكبيرة الثانية، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعدها الصلاة الإبراهيمية، ثم يكبر التكبيرة الثالثة يدعو بعدها للميت، ثم يكبر التكبيرة الرابعة ويسلم بعدها. هذه صفة صلاة الجنازة. نعم.